قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله نقلا عن الإمام أحمد: إن فساد العالم يأتي من أمرين، اتباع الهوى والآراء الفاسدة. فإذا رأيت حال من صرف عن الحق فلتعلم إنه إنما صرف إما لرأي فاسد أو لهوى متبع، والرأي الفاسد ناتج عن شبهة، والهوى ناتج عن شهوة، والشبهة والشهوة بهما يحصل الضلال للعبد. فقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن، هذا ناشئ عن شبهة، وما تهوى الأنفس ناشئ عن شهوة، وبينهما ترابط وتلازم. فالشبهة قد يكون من دواعيها الشهوة، والشهوة قد تكون من دواعيها الشبهة، لكن الأصل أن الرأي الفاسد ناتج عن شبهة، وأن الهوى ناتج عن شهوة. اليهود اتبعوا الهوى مع أنهم علماء، فلماذا انصرفوا مع أنهم علماء؟ لوجود الهوى. قال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. النصارى سبب ضلالهم هو الظن الفاسد الذي هو ناتج عن شبهة، والشبهة لا تحصل إلا من الجهل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث عدي، قال: النصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم. لماذا هم ضالون؟ لأنهم ما علموا بالحق فعملوا بخلافه. ولماذا اليهود مغضوب عليهم؟ لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. والذي لا يعمل بالحق فيه خاصة الكبر، الذي لا يعمل بالحق فيه خاصة الكبر. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يقول إن خصلة الكبر في اليهود أكثر من النصارى، وهذا ناتج عن اتباع الشهوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأنت تعرف الحق لكنك تعرض عنه وتنصرف عنه. ومن ثم فإن الرأي الفاسد والهوى المتبع ندعو الله عز وجل في كل ركعة أن يجنبنا هذين الأمرين. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن عوفي من هذين الدائين فهو المهتدي، فهو المنعم عليه. وتأمل ما في آية الفاتحة وما في ختام هذه الآية: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فدل على أن من عوفي من هذين الأمرين فهو المهتدي. وهذه الآية تلتقي بالآية التي في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذا جاءت هذه العبارة من هذين الإمامين استدلالا بهذه الآية. ففساد العالم بأمرين: الآراء الفاسدة واتباع الهوى. ولذا قال تعالى في سبب ضلال هؤلاء، قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فدل على أن من عوفي من هذين الدائين فإنه المهتدي، وأنه المنعم عليه، وأنه على الصراط المستقيم. ولذا قال بعدها: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.